وينضم إلي عبر الهاتف الآن الأستاذ هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة. صباح الخير يا فندم. ويعني ربما كانت هناك مؤشرات إيجابية لعودة السياحة بصورة تختلف عن المواسم السابقة مع موسم الكريسماس والموسم الشتوي. ما الذي يضيف هذا البيان من الخارجية الأمريكية بالتوازي مع هذه العودة؟ اولا صباح الخير عليكم جميعا، وطبعا دي بادره ايجابيه جدا جدا من طبعا دوله زي الولايات المتحده. دي بتبعت طبعا رساله طمانه زي ما معالي الوزير قال، بتبعت رساله طمانه لكل العالم اجمع ان طبعا مصر امنه، تحسين صوره ذهنيه، طمانه لكل الدول عن امان المقصد السياحي المصري. ومتهيألي ان دي هتكون فعلا بادره خير على اسواق كثيره جدا جدا، لان يعني طبعا حاجه زي كده ما بيبقاش فيها اي نوع من المجاملات، دي بتبقى مبنيه على انسبكشنز او يعني تدقيقات زي زيارات، طبعا تحقيقات وزيارات ميدانيه للمقاصد، بحيث ان هم بيتاكدوا فعلا ان المقصد السياحي على درجه عاليه من الامن والامان. ان شاء الله تكون رساله وبشرة خير للسياحه ان شاء الله. نعم، ربما عرضنا في هذا التقرير عوامل كثيره تصب في هذه الخانه، منها ما يرتبط بملف السياحه، ما يرتبط بملف الامن، وحتى ما يرتبط بملف السياسه، لانه جزء من هذه الازمه كان للاسف مرتبط ب يعني ابعاد سياسيه. لكن الى اي مدى ونحن نقيم مبدئيا هذا الموسم القادم نستطيع ان نتحدث عن ارقام، عن حجوزات، وفي أي مدى يمكن أن نرى مردود بيان كهذا ونحن نفهم أن يعني بيانات الخارجية الأمريكية يستمع لها على مستوى العالم؟ زي ما حضرتك ذكرت كده ان بيانات الخارجيه الامريكيه بيستمع وبيصغى لها على مستوى العالم وعلى مستوى دول كثيره جدا. الحقيقه ان احنا من قبل البيان كمان وفي انديكيشنز او في مؤشرات ايجابيه وكويسه جدا، سواء في شرم الشيخ او في السياحه الثقافيه. احنا الاسبوع اللي فات كان اول تشارتر ياباني او اول طياره يابانيه توصل مباشره من اوزاكا وطوكيو لليابان، رحت استقبلتها بنفسي، ده مؤشر ايجابي جدا جدا. في بعض الرحلات اللي فعلا مش بكميات كبيره طبعا او ما بيتحسش بيها بصوره ضخمه، لان طبعا احنا عندنا عدد الغرف كبير جدا، بس مؤشرات كلها از انديكيشن او مؤشر، فمؤشرات ايجابيه. بلجيكا بدات، اسف، بولندا بدات تطير لشرم الشيخ، بعض الدول الاسكندنافيه بدات تطير على الرغم ان لسه برضه في حظر، بس برضه بعض التور اوبريتور بدا ان هو طار في 30 اكتوبر لشرم الشيخ، وان شاء الله في سبيل الاستمرار. ايطاليا بدات تطير، احنا اطلقنا الحمله في ايطاليا برضو من اسبوع، الحملات بتاعتنا بدات في بلجيكا وفرنسا وهولندا في بلاد كثيره جدا. فان شاء الله الموسم الشتوي هيبقى فيه تحسن ملحوظ ان شاء الله في كل المقاصد المصريه ان شاء الله. عندما نتحدث عن الكريسماس يعني ونسب الاشغال كانت في مناطق كشرم الشيخ والغردقه يعني في سنوات سابقه كانت مرتفعة، هل نستطيع بالأرقام تقريبا أن نتحدث عن الكريسماس بالنسبة لشرم الشيخ، الغردقة، الأقصر وأسوان؟ الحقيقة ما فيش أرقام واضحة قدامي لحد دلوقتي، بس ولا تقريبية يعني، بس هي حضرتك المؤشرات بتقول إن شاء الله إن احنا هيبقى فيه تحسن ملحوظ في الكريسماس وفي الموسم الشتوي وفي الشهور الجاية المقبلة إن شاء الله. طيب، مسألة يعني المسؤولية الموازية للهيئة المرتبطة بتنشيط السياحة، وحضرتك تعلم أنه على مدى العام الماضي تحديدا منذ أزمة الطائرة الروسية كان هناك الحديث عن أسواق بديلة، ربما ذكرت حضرتك ما يرتبط بتشارتر سواء من الصين، من اليابان أو من غيرها، ولكن إلى أي مدى نستطيع أن نقول أننا خلال هذا العام أو حتى ما سبقه منذ الثورة استطعنا أن نصل بالفعل لأسواق بديلة أو مختلفة عن الأسواق التقليدية؟ حضرتك احنا بنتحرك في اتجاهين، الاتجاه الاولاني ان احنا حضرتك احنا ما نقدرش لا نعتمد على اسواق بديله كلها مره واحده ولا او ان احنا نغير من الاسواق التقليديه. احنا بنتحرك في اتجاهين، اولا ان احنا عايزين نستعيد الحركه من الاسواق التقليديه اللي هي بتتمثل في دول معينه بعينها في اوروبا، بتمثل يعني احنا عندنا اربع دول او خمس دول بيمثلوا اكثر من 70% من الاعداد اللي بتيجي مصر، فاحنا ما نقدرش تماما نغفل الملف ده او نغفل الدول دي، فبنتحرك تماما. بس نستطيع ان نضيف عليه.
أفندم؟ نستطيع أن نضيف إليه. طبعاً طبعاً، فده اتجاه. الاتجاه الثاني إن إحنا فعلاً بنعمل دراسات في الأسواق البديلة، الأسواق الجديدة، بنتحرك بقوة جداً في الأسواق الآسيوية، بنتحرك في أوروبا الشرقية، بنتحرك في أمريكا اللاتينية. طبعاً دي بتبقى قبل التحرك في الأسواق، بنحتاج إن إحنا فعلاً بنعمل دراسة للسوق، دراسة مستفيضة في السوق، عشان فعلاً نبقى داخلين السوق بطريقة علمية ومنظمة. بس إحنا فعلاً بنتحرك في الاتجاهين. يعني أود أن أتناقش مع حضرتك في بعض ما طرح خلال الفترة الماضية، ربطا حتى بالزيارات الرئاسية لعدد من دول العالم، والتي أيضا تفتح هذا الملف بصورة أو بأخرى. والبعض دائما يتحدث عن فكرة الطيران الشارتر كأحد إما الميسرات لبعض هذه الدول المستهدفة أو الأسواق أو التي تمثل عائق. بما أن يعني الزيارة الأخيرة للرئيس كانت في البرتغال، كان هناك حديث عن أن الجالية البرتغالية مثلا في جنوب إفريقيا يعني جالية كبيرة، ويمكن أن تكون مصر حلقة وصل ما بين البرتغال وجنوب إفريقيا، وحتى أن تكون هناك اتفاقيات سياحية مشتركة تكون مصر جزء منها، وقس على هذا أشياء كثيرة. هل الطيران والشارتر بالفعل يعني مفتاح أساسي لفتح أسواق كثيرة مختلفة عما نحن فيه؟ هو دايما قبل الطيران لازم حضرتك احنا بنشوف اذا كان في طلب على المقصد، او احنا بنشتغل على الطلب على المقصد السياحي المصري، بحيث ان احنا بنخلق الطلب، وبعدين على ما بيتخلق الطلب بنبدا بعد كده نشغل الطيران. الحقيقه احنا برضو من الحاجات اللي احنا عملناها على اساس علمي مستفيض، وعلى اساس ان احنا درسنا الأسواق المنافسة لنا، اللي هي منظومة الطيران أو دعم الطيران، سواء التشارتر أو اللي هو اللوكوست أو اللي هو المنخفض التكاليف، بحيث إن إحنا حضرتك نستهدف الأسواق الجديدة بمخاطبتنا، زي ما بنخاطب التور أوبريتور أو المنظم الرحلات، بنخاطب المسافر نفسه بصورة مباشرة باللغة اللي الدنيا كلها بتشتغل بيها دلوقتي. ففعلا البروسيس أو عملية إن إحنا نخلق سوق جديد بتسبق تطبيق إن إحنا نشغل طيارة تشارتر أو منخفض التكاليف، إن إحنا فعلا بنقيس مدى الطلب وبنزود الطلب على الديستنيشن أو على المنطقة أو على المقصد السياحي المصري. طيب الزاوية الأخرى، والحقيقة اللي كانت هيئة تنشيط السياحة يعني ناشطة فيها خلال الفترة الماضية، هي المرتبطة بالسياحة الداخلية، وال يعني السائح المصري، وربما هو الوحيد في فترة من الفترات كان المتواجد في شرم الشيخ أو الغردقة أو ما إلى ذلك. مع عودة هذا الموسم ويعني هذه التخفيضات والباكجز اللي كانت موجودة، هل سيستطيع المصريون إن شاء الله لما تعود السياحة أن يكون لهم تواجد بعين الاهتمام اللي كانت سواء من الوزارة أو من الهيئة خلال الفترة الماضية، والحديث بطبيعة الحال مرتبط بالأسعار؟ خليني أقول لحضرتك أن قانون إنشاء هيئة تنشيط السياحة هدفه من إحدى أهدافه الرئيسية، ألا وهو ربط المواطن المصري بتراثه وتراث بلده. فطبعا احنا عندنا يعني ده حاجه لا يمكن ان تغفل تماما، السياحه الداخليه. مش معنى ان احنا السياحه الخارجيه رجعت ان احنا هنهمل السياحه الداخليه، لا، السياحه الداخليه دي سيجمنت مهم جدا. ممكن برضو ان احنا بناخد السياحه الداخليه ان هو دي فلوس دايره جوه البلد بس، لا، احنا عندنا سيجمنت كبير جدا من السياحه الداخليه دي، احنا بنريد استقطاب المواطن المصري اللي هو بيقضي اجازات بره. احنا عندنا مصريين كتير جدا بيروحوا لبنان، وعندنا مصريين كتير جدا بيروحوا تركيا، فجزء منه كبير جدا ان احنا بنحافظ برضه وبندي للمواطن المصري ان احنا عندنا برضه مقصد سياحي بيناسب تطلعاته بدل ما بيروح بره. فطبعا دي حاجه لا يمكن ان تغفل تماما. السياحي المصري ده طبعا او ربط المواطن المصري بتراثه، ده احدى اولويات هيئه تنشيط السياحه. خليني اسال حضرتك بصوره اكثر يعني تركيزا، لانه هناك من يهتمون بهذا، بغض النظر عن ان بعض المبادرات التي صدرت خلال الفتره الماضيه كانت مرتبطه بالظروف بطبيعه الحال السياحيه في شرم الشيخ والغردقه وغيرها، لكن هل يمكن ان يكون على جدول الهيئه خلال الفتره القادمه مبادرات بهذا الشان، ربما ترتبط بمواسم معينه باسعار مخفضه؟ لانه يعني المعتاد على الذهاب لشرم الشيخ والغردقه
تحديدا يعلم انه يعني بمجرد بدء الموسم الشتوي لا بترتفع الاسعار على المواطن المصري بدرجه ليست هينه مقارنه باسعار المبادرات السابقه يعني تحديدا. هو حضرتك كل المقترحات قابله للنقاش، احنا عندنا طبعا مجلس اداره هيئه، كل المقترحات قابله للنقاش، عندنا يعني ناس افاضل في اعضاء مجلس الاداره، بنعمل طبعا دراسه تسويقيه ودراسه سوقيه، بنشوف النيد بتاع او متطلبات السوق ايه ومتطلبات السائح ايه. وما تنسيش حضرتك احنا عندنا فنادق من اول النجمه لحد الخمس نجوم اللي هي بتناسب كل المستويات، مش السائح المصري بس، للسائح المصري والسائح الاوروبي. فاحنا برضو طبعا اكيد هيبقى ان شاء الله في مبادرات طالما في احتياج لها للسوق، لان ده طبعا من الاسواق اللي احنا فعلا مهتمين بيها جدا، الا وهو المواطن المصري وربط المواطن المصري بتراثه. يعني بتعقيب اخير، احتياجات السوق استاذ هشام مقصود بها العرض والطلب بمعنى مدى الاقبال الخارجي، ام مقصود بها احتياجات السوق المصري في احد الزوايا؟ لا مش فاهم سؤال حضرتك. يعني احتياجات السوق هي الاولويه فيها لمساله العرض والطلب، وبالتالي اذا كان هناك سائح اجنبي بنسبه اكبر ربما تكون الاولويه له، ام احتياجات السوق بمعنى الى اي مدى هناك نسبه مقرره مثلا للمواطن المصري ليكون جزء من هذه المقاصد والفنادق؟ لا يا فندم، الاولويه طبعا لاحتياج السوق، يعني لو في رغبه للسفر، احنا عمرنا ما مالين عدد الاوض اللي موجود في مصر 100%، احنا عندنا عدد اوض كبير جدا جدا. طالما في فعلا ديماند او طالما في طلب من اي سوق او من مصري او من خارج مصر، طبعا لازم نلبي احتياجات السوق. ممكن الاسعار تكون بتختلف شويه طبعا على حسب العرض والطلب، ودي منظومه اقتصاديه موجوده في اي حته، انما حضرتك ده لا يغفل تماما ان احنا ندي ظهرنا لاي سوق، سواء السوق المصري او لاي سوق خارجي. أشكرك. يعني احنا فعلا عندنا عدد كويس من الأوض، يعني أشكرك. من الغرف، يعني نتمنى أن تمتلئ هذه الغرف وأن يكون أيضا للسائح المصري نصيب فيها وبسعر معتدل، يعني ده الأساس. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، وانضم إلي عبر الهاتف أيضا الأستاذ هشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء. صباح الخير يا فندم، ومرة أخرى كيف تنظرون لهذه البوادر؟ الحقيقة سبقت هذا البيان للخارجية الأمريكية، ولكن أيضا بعين المستثمرين اللي ربما عانوا خلال الفترة الماضية. أولا صباح الخير يا فندم، مساء الخير. طبعا القرار اللي هو صدر يعني منذ يوم أو يومين، يعني وخاصة انه بيصدر من الولايات المتحدة الامريكية، الخارجية الامريكية، ده شيء طبعا يعني ينظر له العالم كله بعين ثاقبة، يعني مش بيصدر من جهة يعني ان هي ممكن تكون مجاملة او غير مجاملة، لا، القرارات اللي بتصدر عن الخارجية الامريكية ان الرعاية بتوعنا يقدروا يزوروا هذه المناطق، ده بينظر بيها كل العالم، بينظر لهم لأن ده عبارة عن تقييم أمني. هو ده حقيقة التقييم الأمني النهارده. لما أنا أقول، لو سيادتك أتمنى إنك تشوف الخريطة طبعًا. صحيح. اللي هي عرضت، اللي هو زي إشارة المرور بالظبط، الأحمر والأخضر والأصفر. يعني حتى في خريطة إفريقيا تحديدًا، يعني تقريبًا مصر كانت البقعة الوحيدة والأساسية في هذه الخريطة. دي حقيقة أنا طبعا يا فندم، حقيقه انا ما اتمناش، يعني اتمنى ان اللي حوالينا كله يبقى اخطر كمان، لكن الواقع احنا الخضر بس، فدي يعني دي ايه يعني اقول ايه؟ وسام على صدر مصر في الامن، وسام على رجاله الامن المصريين اللي جاز على القائمين، وسام لكل لقائد هذه الجمهوريه يا فندم كلها، فده وسام حقيقي، دي حقيقتنا احنا، تقييم ده هو ده احنا فعلا الامن والامان كله بنتمتع بيه. فالخريطه دي مهمه جدا انها تنشر على فكره، وتبقى على الملا والناس تقدر تعرف يعني ايه وجودنا احنا في الجزء البسيط ده، عباره عن جرين اخضر مش اصفر كمان، يعني الاصفر بيزار ما بالنا الاخضر ده امن تماما. بنتمنى طبعا ان الكلام ده نستغله، انه ما يكونش شيء عبر وبعد كده احنا
ما فيش فولو اب، يعني لابد ان احنا يعني يكون في البيان ده ان شاء الله ان يكون في الاستغلال الامثل. هذا الاستغلال، وحضرتك رئيس جمعيه مستثمري جنوب سيناء، وكانت لنا احاديث سابقه عن كل من هم مرتبطون بقطاع السياحه، يعني كل كان يتحدث في اقتراحاته ورؤيته. الان وقد يعني انفرجت زاويه كبيره مرتبطه بالشق الامني السياسي، يعني نضعهم مع بعض. ايوه كويس، الامن السياسي اتفضلي. ايوه بعين المستثمر، او حضرتك بتقول يجب ان نستفيد من هذا، واحد اثنين ثلاثه، ما هو المطلوب؟ يعني اقول لحضرتك حاجه، حضرتك النهارده داخله على خلينا نتكلم في الاونلاين اللي هو العالم كله بقى بيستخدمه حاليا. يعني حضرتك بتدخلي على الاونلاين عشان تدخلي على منطقه نمره واحد بتلاقيها حمراء بتحودي تبعدي، بتلاقيها صفراء بتفكري، بتخشي على منطقه جرين يعني بتبقى فعلا الحافز ليكي انك انت تبتدي تدوري اروح فين في المنطقه دي، يا ترى شرم يا ترى الغردقه يا ترى كذا. فانا مش عايز السائح في الخارج يصدم ان قدامه اجراءات كتيره جدا معقده عشان الفيزا الالكترونيه. يا فندم على سبيل المثال ان حضرتك دخلتي على منطقه جرين عجبتك المنطقه ديت قررتي انك تسافري، يا رب يكون قرارك ده موفق بقى ان الفيزا الالكترونيه دي تكون متاحه في القريب العاجل. ودي يعني سياده الوزير السياحه بي طبعا متبني هذه القضيه تماما، حتى انها يعني بلاش يعني حتى الناس اللي بتتمتع النهارده بالفيزا اللي هي تيجي هنا لغايه المطار طب ما نعمل لها فيزا الكترونيه برضه سيادتك، بدل ما يجي ويقف وطبع البوسطه وطبع الشرطه والكلام اللي هو بيحصل في المطارات دي. طيب ما نختصر الكلام ده، الراجل يعني ياخد الفيزا ويدفع الكيس بتاعه هناك بالكريدت كارد ويجي يدخل. طيب ماذا يعني ماذا ايضا؟ حضرتك يعني النهارده كل البارتنرز بتوعنا في العالم لابد ان احنا نبتدي بقى يعني زي ما نجحنا. اولا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان النهارده مصر تسترجع مكانتها العالميه على كل الصعيد العالمي سواء اقتصاديا سياسيا. السياحه ده احنا بنتكلم على جزئيه، لكن احنا بنقول القرار ده سياسي اقتصادي اصلاح اقتصادي. فمصر بتستعيد النهارده سفرائنا بقى، مش السفير سفير يعني شخص سفير، لا سفرائنا هم مكاتبنا اللي في الخارج كلها. لابد يتم الاتصال بالبارتنرز، لان القرار ده هيخلي صانع القرار الحظر يفكر مره واثنين وعشره النهارده. فلما كنت هستغل هذه الفتره ان مش وسيله ضغط، انا مش بتاع وسيله ضغط، لكن وسيله تنوير نحط يعني سبوت لايت عليها، ان النهارده صانع القرار ده لا هو صنع هذا القرار بحظر، والخارجيه الامريكيه صدرت كذا في الوقت نفسه، شعبه والتور اوبريتور بتوعه عايزين يجوا، واخد بال حضرتك؟ فدي مش وسيله ضغط، دي وسيله سهله جدا. طيب انا بس النهارده ليا سؤال اخير، ان احنا نرجع البارتنرز. طيب ليا الشركاء ايطاليا انجلترا روسيا دول مهمين جدا. طيب بما انك تتحدث عن هذا طيب اعتذر، كان هناك سؤال مهم بس ان لدينا